هاي. مستحضرات التجميل كانت جزء أساسي من الصحة والنظافة بمصر القديمة، فالمصريين كانوا يستخدموا حبوب وكريمات لحماية بشرتهم من الهواء الجاف والشمس، وكانوا يستعملوا زيوت طبيعية بالطقوس الدينية. أول حمرة للشفاء ظهرت ببلاد ما بين النهرين من حوالي 4000 سنة، لما النساء كانوا يزينوا شفافهم بغبرة الأحجار الكريمة. دراسة أجريت سنة 1991 أظهرت أن النساء السياسيات يلي كانوا يستخدموا خبرة تجميل من هوليوود زادت عندهم فرص الفوز بالانتخابات بنسبة 30%. تصرف شركات التجميل 25% من مبيعاتها على الإعلان والتسويق مقابل 2-3% بس على الأبحاث والتطوير. وبعيداً عن دول العالم الثالث، يصرف الأمريكيين على التجميل أكثر من ما بيصرفوا على التعليم. مين قال إنه مجال التجميل بيحقق عالمياً حوالي 170 مليار دولار بالسنة؟ أنا قال. نشوفكم بكره.